وإلى لندن، حيث ينضم إلينا مباشرة عبر الهاتف من هناك الإعلامي والمحلل السياسي زيد بن كمي. سيد زيد، يبدو أن نظام الدوحة استنفذ كل خياراته وأوراقه السياسية، ما جعله يتجه إلى خط أحمر بالنسبة للسعودية وللعرب وللمسلمين أيضا في جميع أصقاع الأرض، وهو تدويل الحرمين الشريفين. كيف ترون ذلك من الناحية السياسية؟ اولا نظام قطر وصل درجه يعني وصل درجه الافلاس، وايضا الدول الخليجيه السعوديه والامارات والبحرين لديها قضايا اخرى، فهي لم تكن تلعب هذه قضيه قطر هي القضيه التي هي تاخذ الاولويه لهذه الدول، لكن لديها قضايا اخرى ومشاريع أخرى أيضا تتابعها، فأصبحت هذه القضية لدى هذه الدول هي قضية ثانوية أو يعني لم تستمر الأولوية. فلذلك قطر، بينما قطر هي التي تحاول أن تضع هذه القضية ذات أهمية قصوى لدى المنطقة، فلذلك هي تحاول أن تثير أو تطرح أي موضوع يحاول أن يقدم هذه القضية أن تأخذ أولوية أهمية لدى هذه الدول. طيب. لأن احنا لاحظنا أن قطر ليست المرة الأولى أنها تطرح قضية تدويل الحرمين الشريفين، سبق طرح، وأيضا صرح الوزير الخارجية السعودي وذكر أنها طرح هذا الموضوع فهو بمثابة إعلان حرب. طيب سيد زيد، الآن هناك تطابق قطري هذا إيراني إسرائيلي في السياسات، هناك تطابق في المحاورة الثلاثة إيران قطر إسرائيل في السياسات، سعيا منهم لتقسيم الأمة الإسلامية وضرب استقرار المملكة العربية السعودية كما عرضناه في أحد التقارير، لما تمثلها السعودية من عمق استراتيجي لمختلف دول العالم الإسلامي. باعتقادك سيد زيد، إلى أين يذهب نظام الدوحة بمثل هذا التطابق الثلاثي؟ الدوحة لديها علاقات سواء مع إسرائيل أو مع إيران، وهذا شيء معلن غير مخفي، والسياسات اللي تمارسها الدوحة أو نظام القطري هي سياسات أدائية ضد المنطقة، ضد منطقة الخليج تحديدا يعني، وضد أيضا المشاريع العربية. احنا لاحظنا يعني طوال السنين الماضية عملية الدعم التي تقدمها قطر للجماعات، سواء كانت جماعات متطرفة أو جماعات أيديولوجية أخرى أو جماعات سياسية تحاول تضرب لحمة الدول الخارجية والدول العربية، لاحظنا في مصر، لاحظنا في البحرين، في الكويت، في السعودية، كثير من هذه الدول. وأنا حقيقة يعني أحيانا أتساءل، أريد أن أسأل النظام القطري إلى يريدون يصلون إلى أين؟ هل يريدون يقودون العالم أو يقودون الدول العربية أو الدول الخليج؟ طيب سيد زيد، يعني كونك محلل سياسي الان تعملها قطر صرف الاموال تصرفها، نعم، والتي الحق فيها الشعب القطري بهذه صرف الاموال الهائله جدا فقط لانها تمارس هذه السياسه العدائيه لهذا. طيب انتم كمحللين سياسيين سيد زيد، يعني ما هي السيناريوهات القادمه المتوقعه بوجهه نظرك بعد هذا التصعيد وايضا هذه المراهقه السياسيه من قبل نظام الدوحه؟ أنا أقول لك الدول الخليجية السعودية والبحرين والإمارات اتخذت قرارها وعزمها أنها حتستمر في متابعة قضايا الدولية وقضاياها ومشاريعها سواء الداخلية والخارجية التي تخدم أبناء تلك الشعوب، وبينما ملف القطري فأصبح ملفا ليس ذات أهمية لديها. فلذلك قطر تحاول أن تقدم هذا المشروع وتحاول أن تقدم أن هذه القضية هي ذات الأهمية وأولوية، لكن هذه الدول ترى احنا لاحظنا ان مثلا حينما عزلت امريكا، وهي امريكا تعتبر اهم دوله في العالم، كوبا، راينا هذا امتدت لسنوات طويله، لكن في الاخير هذا اثر على كوبا واثر على مشاريع التنميه واثر على الشعب الكوبي، وهذا ما سيحدث للدوحه. يعني الدوحه بعمليه العدائيه وانها تستمر بهذا العداء ضد الدول الخليج العربية والدول العربية، فحتبقى في عزلتها، وحيكون تأثير أيضا على الشعب القطري بشكل كبير جدا، ويكون أيضا على المحيط أو ما يعني للنظام القطري تحديدا. نعم، لذلك هذا الموضوع لازم يحلها النظام القطري. نعم، إذا من لندن الإعلامي والمحلل السياسي زيد بن كمي، شكرا جزيلا لك.